What we are seeing in the Ukraine has shocked the whole world. إنما نراه في أوكرانيا صدم العالم أجمع حرب مفاجئة وضحايا بالآلاف لم نكن نتوقع هذا المستوى من الوحشية. والله المراسل شجاع على بضائع جبل. نحن اللي بنعرف الوجع تبع الحرب. نحن اللي ضايقينه. لقد رأينا آثار القصف بشكل واضح. أسلحة ثقيلة وصواريخ وطيران حربي يهاجم الأحياء المدنية. إيه والله مظبوط. لماذا ما بيعرف؟ نحن نعرف وجع الحرب والقصف. لا يجب أن يقف العالم صامتا أمام هذا الهجوم الوحشي. كيف يستطيع زعماء العالم أن يناموا ليلا؟ عار على العالم. لكو ألف عار يا عيب الشوم. بس ما عم تحكي أنت في ضمير حاسس من وجع الناس. ما عندك بعدها بيحس ما عدا تحرك. كانوا يتحركوا وبدون يتحركوا. Hundreds of thousands of Ukrainians. مئات آلاف اللاجئين الأوكران يعانون البرد والجوع والخوف. أخ بس اسألني إلي أنا. This is a European country. إنه بلد أوروبي متحضر. هذه ليست سوريا ولا العراق ولا أفغانستان. نحن نتحدث عن. لا هي. أهلين وسهلين وميت مرحبتين. ببوب عين المتابعين والمتابعات. هجمت روسيا على أوكرانيا وانت كحمادة إنسان لطيف وحباب ومتعاطف عم تتفرج على أخوانك اللاجئين الأوكران وهن هربانين من الحرب. مئات الآلاف من العائلات والأطفال والنساء هربانين وانت بتعرف منيح لمدى المغراية ما بيعرف شو الحكاية. نحن عدم المؤاخذة قوم لجأنا لشبعنا. الموضوع مو سهل. عم تتفرج على الأخبار وانت حزين وعيونك مغرورقة بالدموع. رح ينزل دموع رح يفروا من عينك. وإذ ليس بمراسل بل كبير مراسلي قناة CBS نيوز المدعو تشارلي داكاتا شو بيقول؟ والله حرام اللاجئين الأوكران. بتقول له أنت إيه والله عم يتعذبوا بالقصف والقتل والموت والبرد. إيه والله أنا اللي حاسس فيهم. أنا العربي اللي لجأت. أنا السوري. أنا العراقي الفلسطيني الليبي الأفغاني اليمني. أنا اللي بعرف وجع اللجوء. لكن هؤلاء مجموعة من اللاجئين الذين يأتون من دول متحضرة نسبيا أوروبية نسبيا لم يأتوا من دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا. إيه والله يخرب بيتك ما أوقحك. بعدين بيطلع رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف بيقول لك هؤلاء اللاجئين مختلفون. هؤلاء لاجئون أوروبيون مثقفون نظيفون ليسوا اللاجئين الذين تعودنا عليهم اللي بيجوا من البلاد. يعني هدول لاجئين أوروبيين أكيد رح ننقذهم. ممكن اللاجئين اللي بيجونا بالعادة دول بقى متخلفة وشكلهم محلو ستايلهم محلو ما بيشبهونا. نو لاجئ أسمر نو ما بدنا. لك لهلأ في هيك عنصرية؟ اليوم نحن سنة 2022 لسه بيطلع هيك حكي؟ بجاوبنا على هذا السؤال الباحث البريطاني مارتن باركر بكتابه The New Racism العنصرية الجديدة. وشوفوا الكمالة الاسم طويل لأنه جنبيونه. بيقلنا أنه اليوم اللي بده يحكي بالعنصرية ما عاد حكى بالتفوق البيولوجي وأنه في عرق أدنى من عرق وعرق أحسن وأصفى من عرق. هذا النوع من العنصرية لسه موجود بس كل ما له عم يختفي عم يقل. اليوم الجديد بعالم العنصرية جديد بس عنصرية جديدة العنصرية الثقافية. بيطلع فيك هيك بيقول أنت غريب وثقافتك غريبة واللايف ستايل تبعك يعني ما رح نتفق. إحنا كتير مختلفين عن بعضنا. مثلا على الحدود البولندية شفنا اللاجئين اللي من أصول أفريقية وآسيوية وهربانين من الحرب بأوكرانيا عم بيمنعوا من دخول بولندا. أما الأوكران معلش يفوتوا. يعني الآسيويين من الأفارقة ما بيموتوا من القصف ما بيخافوا ولادهم. ويلي نفد منهم ودخل صاروا يتهجموا عليه مجموعات يمينية متطرفة يقولوا له رجع على بلدك. وفوق هيك صاروا ينشروا أخبار كاذبة عن إنه العرب والأفارقة وغيرهم عم بيعملوا جرائم سطو مسلح وسرقة وعمليات اغتصاب ببولندا. يعني تركوا الحرب والقتل والطخطخة والأزمة والمشاكل الاقتصادية والسياسية ببلادهم ولاحقوا كم لاجئ اضطروا يهربوا من أوكرانيا اللي كانوا عم يدرسوا فيها لحتى يهربوا من هالحرب هي. تسألوني ليش هيك الوضع ببولندا يا جهبذ؟ بقولكم اللي حاكم هنيك هي حكومة يمينية متطرفة. ما شفتوهم من فترة ما سمحوا لكتير من اللاجئين يدخلوا من الحدود البيلاروسية على بولندا. في 20 واحد ماتوا من البرد. بس الوضع اختلف مع الأوكرانيين. قطارات ببلاش فنادق ببلاش وأحلى استقبال. ونحن ما ضد هالشيء يا أخي. استقبلوا اللاجئين الأوكران أحب على ابنه بس فوتوا كل العالم حرام عليكم. هدول الأوروبيين ما في منهم خواص. من طول عمرهم عنصريين مع أي حدا مو أوروبي. غلط حمادة. سمعتوا لما قالت المراسلة إنه هذه كييف ليست دمشق أو بغداد أو كابول. هؤلاء أوروبيون. سمعتوا هالحكي ها؟ هالفكرة والقلب الحنين على الأوكرانيين هدول أولاد مبارح. إذا نرجع بالتاريخ شوي منشوف إنه الحدود بين نحن والآخرين بأوروبا كتير مختلفة. بل أكثر من ذلك تاريخيا بأوروبا في شيء اسمه أنتي سلافيزم معاداة سلافية. مين هدول السلاف؟ معني قلت لكم مدري كم مرة ماشي. السلاف هن شعوب بيعيشوا بشرق وجنوب شرق أوروبا مثل الروس والأوكران والتشيك والبولون والكروات وغيرهم. ومعاداة السلافية اللي عم احكي لكم عنها هي كانت موجودة بكتير من بلاد أوروبا. كانوا يرسموا خط يقولوا من هون ورايح سلاف مو أوروبيين. هدول مو معنا. هدول مو أوروبيين. هدول الشعوب مشكوك بانتمائهم الأوروبي. يمكن أصلهم آسيويين مين بيعرف. Who knows. مثلا بإيطاليا الفاشية كان موسوليني يقولوا إنه هدول الشعوب السلافية هن أقرب للبرابرة شعوب أدنى. وإنه أصلا مناطق اللي بشرق إيطاليا كانت لإيطاليا بالأساس بس إجوا شعوب سلافية
مثل الكروات وغيرهم وسيطروا عليها استوطنوها. وحتى بألمانيا قبل النازية كان تركيز الحركات القومية الألمانية على أنهم يشوفوا السلافيين الأقليات السلافية الموجودة بألمانيا مثل البولون على أنهم هيك بيلوثوا الهوية الألمانية، بيلوثوا الشعب الألماني، ما لازم يكونوا موجودين، خلينا نطلعوا لنا برا. طبعا لاحقا لما اجت النازية صارت تصنف السلافيين على أنهم مرتبة أدنى من البشر سب هيومن، وأنه لابد للأمة الألمانية من أنه تاخذ أراضيهم بعد ما تكون قضت عليهم أو استعبدتهم. وكان دائما التركيز على أنه هدول الشعوب السلافية بعيدين عن الحضارة الأوروبية. حتى وقت البريكزيت والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كتير ناس صوتوا مع الخروج لحتى يرجعوا البولنديين على بلدهم. طبعا العنصرية مو بس على سلاف، حتى الألمان بفترة من الفترات أكلوها، الروس والأمريكان والبريطانيين والفرنسيين كانوا يقولوا عن الألمان أنه هن شعب بربري من شعوب الهم اللي جاي من أواسط آسيا. قد تعتقدين يا سعاد أنه حدود العنصرية هنا تتوقف، لكن لا، السلافيين بين بعضهم العنصريين بالرغم من التقارب بالتاريخ واللغة والثقافة والدين. لكن الروس بيطلعوا على الأوكرانيين أنه هن روس أقل، روس أصغر أدنى يعني. وحتى كانوا يطلقوا على الأوكران لقب خخلي اللي هو يرمز للفلاح الكسول الجاهل اللي بيضل سكران، وإذا ما كان جاهل فبقولوا عليه خاين. بس خاين لشو؟ خاين لروسيا، لأنه بهذا الفكر ما في شيء اسمه أوكرانيا من الأساس. عم شايف لك يا جهبز، الأوروبيين عنصريين بين بعضهم مو بس عنصريين علينا، عم منيحني مالنا مثلهم نحن، نحن مالنا عنصريين. طيب بس رح شفت شي قناه عربيه تفرج عليها يخرب بيت عنصريه الاجانب عم شو هاد؟ هذه الحرب الوحشية لا تفرق بين مدني وعسكري، القصف الممنهج وسياسة الأرض المحروقة وما المسيطران في هذه الحرب. عظيم تلطف، الله يعين العالم، والله العظيم. ونحن حاليا نشاهد موجات اللاجئين في أوكرانيا، حوالي 3 ملايين لاجئ قد لجوا إلى الدول المجاورة مثل بولندا. آخ والله ما بيحن على العود إلا أشره. ونساء مصابين بالآلاف على الحدود مع الدول المجاورة يحاولون الدخول، يلتجئون، يهربون من ما بتروح غير الأبرياء. انت عربي حاسس فيني ما؟ حاسس بوجعي، انا تأجرت ولجأت وتعبت وانقتلت. اخي معاناة بالاخير معاناة واحدة انسانية، كلياتنا بنتعب وكلياتنا بنعاني، ما في فرق بيننا، بشر نحن. ولكن هؤلاء اللاجئون مختلفون عن اللاجئين الذين تعودنا على رؤيتهم في بلادنا. هؤلاء اللاجئون حسنوا المظهر، انيقون، نظيفون، ليسوا كاللاجئين عندنا، فولجير، متخلفون، اشكالهم غير لطيفة، هذا عدا عن انهم جبناء هربوا من بلادهم دون أن يدافعوا عنها. لهذا نحن نقول أن أنواع اللاجئين تختلف. لك رومك حماد العزيز، مو بس بعض الأوروبيين والسلافيين بيمارسوا العنصرية على بعضهم، بعضنا نحن بنمارس العنصرية على بعضنا الآخر. حمادة، عندنا بالمنطقة في دراسات بتقول إنه العنصرية بتتمارس ضد اللاجئين السوريين، العراقيين، الفلسطينيين أو اليمنيين اللي بيكونوا من الطبقة الفقيرة. بيضلوا بيقولوا عنه إنه هن جاهلين ومن مستوى متدني، يعني شكلهم هيك ولذيذين. أما إذا كانوا بقى اللاجئين جايين من خلفية أغنى، يعني من الطبقة الغنية أو الطبقة المتوسطة، فغالبا ما بيشوفوا هالعنصرية هي، لأنه بسهولة بيندمجوا مع الطبقة الغنية اللي موجودة بنفس البلد، بيعيشوا اللايف ستايل تبعهم أكتر، هيك معهم مثلهم، بيشبهوهم. ومين اللي بيستخدم دائما الخطاب العنصري ضد اللاجئين؟ السياسيين والإعلام. مثلا ببولندا بيقولوا للناس لا تخافوا، انتخبونا، احنا اختارونا، نحن جايين نحميكم من بعبع اللاجئين اللي جايين يخربوا الحضارة الأوروبية وينزعوا لكم حياتكم، يسرقوا أوروبا منكم، انتخبونا نحن. وببلادنا بنلاقي الإعلام عم بيعمل نفس الشيء، بدل ما يحكي لك عن فشل الحكومات الذريع بأنه يعالجوا مشاكل بقى الصحة والتعليم وفرص العمل والسكن، بصيروا بيقولوا لك ها كل الحق على اللاجئين، أصلا اللاجئين هن اللي خربوا البلد. مثلا عملوا دراسة على مجموعة من التغريدات، طلع معهم إنه 89% من هاي التغريدات بتصور اللاجئ السوري على إنه قاعد على شط البحر عم بياخذ تان، عم ياخذ لون، او قاعد القهوه ما عم يشتغل، او انه جبان هرب من بلده وما دافع عنه، كان لازم يضل ياكل صواريخ ويروح على المعتقلات ويتعذب، يقاوم الصواريخ بصدره ويصدها، او انه بقى يعاملوه كتهديد امني. انت بشوفه هيك، انت تهديد امني ولك اطلع. يعني خلاصه هاي الدراسه انه عم بيقولوا لك انت كلاجئ سوري انه انت يا اما قاعد على البيتش عم تاخذ لون هيك على البلاج، يا اما قاعد على القهوه عم تشرب لاتيه وموكا، يا اما بقى انت جبان انك قربت من بلدك صواريخ حدا ما بيصد الصواريخ، يا اما تهديد امني ابو الشباب يعني نهايتك. وبالتالي هي الاحتمالات الأربعة عم تصور اللاجئ على أنه رقم، على أنه تهديد أمني وبس، شيء مو منيح، ما عم تصوره كإنسان مضطر يترك بلده والناس اللي بيحبوا أنه يهرب من القصف. طبعا بين وقت والتاني كنا دائما نشوف حملات ترحيب وهاشتاجات مثل أوقفوا العنصرية واللاجئين مرحب بهم، بس ما عم تلاقي نفس الصدى وما عم تلاقي نفس الانتشار. يبدو وكأنه خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي ما بتدعم هيك نوع من المحتوى، عم تكون غير محايدة وغير موضوعية، عم تدعم أكثر المحتوى العنصري وكأنه هيك. الخلاصة من كل ما سبق هو أنه العنصرية وأي نوع من أنواع التمييز
هو مجموعة قواعد منحازة بتقول لهاد انه معلش يعيش وانت مو معلش، هذا معلش يفوت وانت مو معلش، هاد معلش ياكل وانت مو معلش. بس اهم شيء لازم نفهمه يا حمادة ويا سعاد انه حدود هالتمييز تختلف بالزمان والمكان بحسب الظروف الاقتصادية، بحسب اللي عم يحكيه الاعلام والبرنامج السياسي بالبلد. يعني مثل ما شفنا لما كان الفكر السياسي السائد باوروبا هو فكر قومي متطرف، كانت كل بلد بدها تسكر على حالها، تعمل هيك انه شعبي انا متجانس وقريب على بعضه وما بدي حدا من برا يجي لعندي، لانه دخول الاغراب لبلدي هو مثل دخول الجراثيم على الجسد. اما بعد الحرب العالميه الثانيه وانشاء الاتحاد الاوروبي صار البرنامج السياسي وبناء هويه اوروبيه مشتركه بالرغم من كل التناقضات الموجوده بينات الشعوب، وبلشوا يتناسوا الافكار القوميه المتطرفه اللي بتقول لك انه هدول الشعوب مو اوروبيين، لا هدول الشعوب اوروبيين، لا هدول اقل اوروبيه، لا هدول اكثر اوروبيه، تناسوها انه نحن اوروبيين وبس. وصارت الافكار السياسيه بالصحافه والتلفزيون وحتى بالمناهج الدراسيه كلهم عم يقولوا لك انه نحن كلنا اوروبيين ومن كييف شرقا الى لشبونه غربا لدينا هويه اوروبيه مشتركه ويجب ان نتضامن مع بعضنا البعض. وهالشيء وين شفناه؟ بالتضامن الشعبي الاوروبي مع اوكرانيا. بس مين صار بيخوفهم هلا؟ الاخرين اللي جايين من الشرق. ومين اكل اكثر شيء؟ شعوب منطقتنا الحبيبه. وصار اليمين المتطرف الاوروبي تارك كل المشاكل ببلاده وحاططنا وقاعد يقولوا انه الجايين من الشرق الاوسط اللاجئين هن البرابره اللي بدهم يخربوا الثقافه الاوروبيه وينزعوا لنا حياتنا. بس شايفين كل شيء حكيته هاد لهلا؟ في شيء اسوأ منه لسه، العنصريه اللي بنعملها على بعضنا. ليش؟ ما الاوروبيين قدروا يجمعوا شعوبهم مع بعضهم، لما عندنا ما في اي مشروع يجمع شعوبنا او يخفف حتى العنصريه ضمن البلد الواحد. ما بنشوف هالشيء لا بمناهج المدارس ولا بالخطاب السياسي، ما بنشوف الا عنصريه عنصريه، وشبكات التواصل الاجتماعي عم تخلي الخطاب العنصري ينتشر بشكل اكبر. طيب شو الحل يا جهبذ؟ بتضل تعطينا مشاكل، اعطيني حل. بيقول الكاتب المغربي الطاهر بن جلون ان العنصريه لن تختفي ابدا. ليش؟ انها ليست موضه وليست حمى عابره، هي جزء من كيان الانسان، لذلك يجب ان نعرف كيف تتولد وكيف نكافح اضرارها. السؤال هون بقى انه هل سكان منطقتنا الجميله نحن رح نتعلم كيف نحارب العنصريه ونكافح اضرارها؟ ممكن ننجح نجاحات نسبيه مثل ما نجح غيرنا، ولا رح نضل هيك بهي الحاله كل واحد بيتعنصر على اقرب الجيران له؟ جاوبونا على هذا السؤال بالتعليقات، واذا حبيتوا الحلقه اعطونا لايك اعجاب وشاركوا الحلقه بين اصدقائكم واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وشوفوا الحلقات السابقه واستنوا الحلقات القادمه، ولا تتعنصروا ولا تخلوا حدا يتعنصر عليكم. سلام.